السلام عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم جيت من شوبينغ سنتر ولا من المول، جيت درت لسان العصفور شي شويه والحليب او الزبده وشي شويه السكر، غحيت عليا الجوع باش نوض ندير هاد اللحمه بعجين، كيسميوها لحمه بعجين في الشام، في مصر وفي لبنان وفي فلسطين والاردن وداكشي تيقولوا لهم لحمه بعجين. العجينه اول ما جيت عجنتها، هي دابا تبارك الله هكا خاصها تكون، خليتها في الكيس بيد ما صاوبت. ها هما الكفته، او درت كل شيء في هذيك الطحانه، بلاتي نوريها لكم. طحنت كل شيء في هذه، درت البصله ومطيشه وسميتو والثومه، طحنتهم بثلاثه في هذه، حطيتهم هنا كما كتشوفوها هما هادو. عاد زدت واحد شي شويه ديال المطيشه، هذيك البيوري غير باش كتعطينا اللون وكتعطينا الدال هذيك الفطاير هذا. المهم انا غادي نبدا ان شاء الله نصاوبهم، حيت هذه صافي خمرات. غادي نسخن الفران، خص الفران يكون سخون مزيان، وغادي نحطوهم ان شاء الله باذن الله. غادي نحط الاقامه، غنحط غير الملحه ونحط البزار وشي شويه ديال الكمون. ما كتبغيش الصراحه بزاف ديال الكوريندر اللي هو القزبره الناشفه، شي شويه او ضروري شويه الكمون، كتبغي الكمون وصافي. هادشي اللي كاين غنهضروا ان شاء الله. هانتوما كنوجدوا اول شيء الصينيه، كنحطوا فيها ورق الزبده. هانا درت العجينات هكذا كنوجدهم بحال دابا، هذه كتحمل ربعه، كتهز ربعه ديال العجينات. هذه الصغيره ديال ميمي، واخا حنا كناكلوها ولكن كنقولوا ضروري خصنا نقولوا ديال ميمي، محسوبه علينا يا اختي. صافي هكذا غادي نحط عليهم الكفته ونرجع لكم ان شاء الله. هانتوما كتشدوا كويره ديال اللحم كتحطوها في الوسط وكتبقاو تسرحوها هكذا، سهله يعني، ما خصهاش شي حاجه. هانتوما دابا هكذا كنسيل الفران اللي كيسخن، وغادي نحطهم ونرجع للاخرين، كيجيو غزالين ولداد لداد لداد لداد. وسيرتو اللي تيبغي الحار يدير الحار، انا ما درتش الحار صراحه، خصهم يجيو حارين. انا ما عنديش هريسه، كنت عندي هريسه وحطيتها هكذا من فوق العجينه. انا عجنتها بكاس ديال الماء دافي، كاس ديال الحليب دافي، ومعلقه كبيره ديال البودره ديال الحليب بودره، وشي شويه ديال الخميره ماشي بزاف، ومعلقه ديال السكر، والباقي الماء دافي باش جمعت العجينه. كتجي غزاله تبارك الله ما شاء الله. دابا غادي نحطهم في الفران وندير الاخرين ان شاء الله. ها الصينيه الثانيه. المهم فهاد اللحمه بعجين ضروري كنستعملوا هذا الدلاك. هانتوما شوفوا تبارك الله العجينه، نحلها تشوف. وملي كتحطوا تقطعوا هكا دويرات ضروري دهنوا شي شويه ديال الزيت باش ما ينشفش. شوفوا تبارك الله، شوف شتي، هذه هي هكا، هذه كتكون العجينه، هي هذه شتي، هذه هي صافي. هادشي اللي كاين، الاخرى راه هكا طيب، غنحيدها ونحط هادو ونرجع لهداك الشيء الاخر ان شاء الله باذن الله. واكيد غتبقى لي العجينه، ما نعرف، المهم نشوف ان شاء الله ربي شنو غيدير. كله ببركه بسم الله. نسيت نقول لكم بحال اللي نسيت انا، تحطوا المعدنوس. دابا حطيت شي شويه من الفريزر، ماشي مشكل كيجي زوين سواء بالمعدنوس ولا لا عادي. ها الصينيه الاولى خرجت، ها هي كتجي محمره وفي نفس الوقت راها طايبه. هانتوما كتشوفوا طايبه، مقدرش نهزها صراحه، سخونه بزاف. المهم واحد تيغير شي شويه ديال ها الطاجين، ها هادي تيكون هكا، يحط عليها غير الهريسه كتجي كتحمق. هانتا اللي كاين، نصاوب الاخرين عاوتاني ان شاء الله باذن الله. المهم العجينه اللي بقات الكفته سالات، والعجينه اللي بقات درت بها بيتزا مارغريتا، يعني درت مطيشه شديتها حكيتها، ماشي حكيتها،
درتها بالمولينكس، هذيك الطحانه الخاصه ديال البصله، درتها مع طحنت مطيشه مع البصله وصافي. درت فيها الاقامه وحطيت فيها زيت البلديه وحطيتها على العجينه كما كتشوفوا. وضروري العجينه خصنا نديروا لها بالفرشيط، فرشيط هكذا باش ما تنفخش، فهمتوا؟ باش ما تنفخش. وسيرتو هنايا في الجناب، ها هي. المهم دابا هي هانتي غنحطها دابا في الفرن، المهم حتى حاجه ما تضيع. صافي، مناقيش سلاو او لحمه بعجين سلاو، وهادي غنحطها دابا. هانتوما اللحمه بعجين، بحال اللي قلت لكم كيتحط حداها، تياخدوها هما تيشربوها مع اللبن، كيدوزو زعما مع اللبن وتيحطوه هريسه او تيعصروا الحامض. ضروري 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 خصنا على هادو نعصروا الحامض، كتجي غزاله ولكن تعب صراحه. عييت لانه من الصباح انا كنسركل، ومنين جيت قلت ضروري خصني ندير هادو. هانتوما كتشوفوا العجينه اللي بقات ليا، عرفتي راه سخونه 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 سخونه، عرفتي ما قدرتش نقيسها. بلاتي بلاتي هانتوما طايبه الحمد لله، وطريه وغزاله وكتحمق وما تضيعش غير بالمطيشه او البندوره او الطماطم او القوطه والفرماج. انا درت ديال الموزاريلا ديال البيتزا، هادشي اللي كاين. بغيت نسالي معكم هاد الفلوق هنايا، كنتمنى لكم ان شاء الله عواشركم مبروكه، وجربوا جربوا هادو غزالين غزالين غزالين، كيجيو فنين صراحه، ساهلين. وديانا ودينا ديانا، هاد الهضره لديانا ودينا، ديانا ودينا راح حقكم غنخبيه لكم تجيو ان شاء الله باذن الله. عندك صحاب لكم ما ننساكم، راح حقكم غادي نخبيه لكم ملي تجيو تسخنوا وتاكلوا. والناس الاخرين اللي كيتفرجوا مساكن كنقول لهم حقهم في الجنه، ولكن روعه ملي كتعصروا عليهم الحامض. انا كنت جاء فيا الجوع ولكن خديت شي شويه ديال لسان العصفور، صافي تسقمت، ولكن كتجي غزاله سواء بعصير يشربها الواحد مع العصير سواء مع اتاي صراحه. المهم نتوما لكم الاختيار، هادشي اللي كاين. بغيت نقول لكم لا في امان الله وحفظه، وان شاء الله تكون ايامكم كلها خير وسعاده وراحه وراحه البال اهم حاجه. ونقول لكم في امان الله، ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر. يلا مع السلامه، باي باي.